حماتك؟ حماتي بعيدة كتير. وينك وينها؟ المحل اللي فاتحينه لعيلة، يعني مو فاتحينه لعالم غريبة. يعني ما في، مبارح كنت عم أقول لأمي، عملنا مبارح أول زبونة تفوت لعنا غريبة. أيوة. يعني هذا اللي رفيقي عيلته يعني شي 250 شخص. صلاة على النبي. اللهم صل على النبي. شاطرين بس للأولاد. يعني هو فاتح محل يطعم العيلة. الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. في بروفا، في تيست بيقولوا، ما انه تجربة. نعم صحة صحة، هني وعمي. هذا ما يدلعنا تصير كلام في اليوتيوب كتير، باليوتيوب تعليقات. ايوه ايه. يعني هو نحن باخر السنة، خلصت السنة ان شاء الله، هاي السنة بخير السلامة ان شاء الله قدامنا. ان شاء الله ان شاء الله. انت بتعرف تحكي تركي كردي عربي؟ حلو، هذا السوق يحتاج يعني لهيك شيء. ايه. النفس احتياج له، بده يتروى واحد يحكي يكلم معه تركي بالعربي بالكردي. ايه. يعني بصير بيع شراء اكثر وتفسير. لا واحد ما يتهم، ما ياخذ يعطي اخي، ما ياخذ يعطيه، ما يغلط. عشان واحد ما يتكلم كل شيء احلى. زوجتك تركيه ولا كرديه ولا عربيه؟ انا عربي. انا اما احنا في تركيا ما نعيش. اه من زمان يعني؟ من اول قبل 500 سنة. أوه. من زمان العثمانية. حلو، يعني السوق يعني كيف الواحد بيشوف الناس، الناس بتشوفه السوق، كل شيء قدام الانسان عينه. ما ياكل، معه فلوس ما يشتري. ايه احد شيء ما يعني يشوف ايش ما يشوف ما يشتريه. بتشوف المرتاح وبتشوف المتضايق. أيوة. سوا. يعني غير شيء ما فيه. حلو. وين انت هون؟ محل مكسرات. مكسرات. ايه. اها. هذا كل اسبوع هون يعني؟ كل يوم الاربعاء. كل اربعاء. ايه. فكل يوم في اسطنبول في كل يوم 70 بازار ما ينفتح. اسطنبول 70 بازار. 70 بازار. في كل حارة، في كل مدينة واحد ينفتح. 70 بازار في، يعني كتير في. يعني المكسرات هون بيقولوا غالية بتركيا، بسوريا أرخص. الساعة أولي في سوريا كل شيء دولار رخيص كان. كل شيء رخيص، اللي فات زمان كتير الدولار زاد، المال نقص. الإنسانات زادوا، وقتها ما يقولون شيء ينقص. لو حكينا قبل يعني المكسرات بتركيا غالية شيء؟ لا مو من غاليته، وقت المكسرات وقت ما بيصير، ما يصير قليل ما يغلى، وقت ما يصير زيادة كتير ما يغلى. البندق هلا هون البندق يعني قبل يعتبر خمس سنين، قبل خمس سنين البندق كان 70 ليرة إلا 40 ليرة اليوم. إيوة قبل خمس سنين 70، وقت ما يصير قليل ما ياكل برد ما بيصير ما يغلى. يكستنا. إيه كل شيء، كل شيء هذا هيك. وقت ما رب العالمين ما يعطي شيء كثير ما يرخص، ما بيعطي شيء ما يغلى رحمته. يعني نتفرج هون شو عم تبيع. شوف قدام، فضوا هون هم تفرجوا هم تونسوا. طيب جيرانك سوريين في؟ ما جيراني سوري في، اللي يبيع اغراض التلفون. ايوه من الشام. شكرا. اسمي كريم. اسمي سيف الدين. صحة وهنا سيف الدين. شكرا. كأنه اجينا بوقت الغداء. ما اي والله. تفضلوا. يلا كل عام بخير وان شاء الله هيك الله يفرج. خلصت السينما؟ ايه الحمد لله. ايه بتحس انه امبارح؟ ما هي قصه كلمه امبارح، مثل امبارح سبحان الله. قبل كانت الوقت غير شكل، يعني على البطيء، هلا كله على السريع. هذا كان بفضل التكنولوجيا ما شاء الله. وجيلكم. ايه الحمد لله. هلا صار في التكنولوجيا عم تقرب كل بعيد. تاكل اكله تركيه؟ اكله تركيه. ايه شو اسمها؟ هي اسمها شاورما. شاورما تركيه دونير. ايوه يلا بين ما تخلص معناته تتهنى بالاكله. لك صحه وهنا. السوق كبير طويل وعريض، وانتم ثابتين هون ولا لا؟ الحمد لله ثابتين. الحمد لله.
يعني هو صعب انه السوري ياخذ مكان بالبازارات التركيه؟ والله هو صعب بالنسبه انه بده حدا يكفله، بده اخي ما يعمل مشاكل كذا، هي القصه بس اللي بيستصعبها. هي اجارات مو غاليه؟ اجارات لا مو غاليه، لا بالنسبه للغلاء لا غاليه مو رخيصه يعني. يعني بالنسبه للارض يعني غاليه، وبده واحد علاقات مع التراك. صح. يعني انت اخذ من واحد تركي؟ لك احنا اخذين من تركي وكثير فايتين فيهم يعني للعظم لحتى احسننا ناخذ يعني. قديش المساحة بتكون مثلا المترين؟ والله الطاولة الوحدة عندهم هون متر ونص تجي. متر ونص حسب بقى كل أرض ولا سعر. هلا إذا بتنزل لتحت تحت رخيص، هون غالي وفي أغلى. بسوريا يعني شو كان الشغل؟ شو كنت تشتغل؟ والله نفس الشغل كان نفس الشيء منيح. يعني والله كنا نشتغل محل موبايلات كذا. هلا هون الزبون فيك تقول يعني ثلاث أرباعهم تراك. طبعاً. إيه. فبدك اللغة بقى تكون. طبعاً. لا الحمد لله بالنسبة للغة ممتازة الحمد لله. مأمن على حالك؟ الحمد لله مجبورين ما بنحسن. شو بتطول بالأكل أنت؟ كأنه ما حلو الواحد هيك على مهله الحياة يعني بسرعة كمان ما كتير ضابطة. ما صلنا من الصبح طالعين بدنا ناكل. العجلة من الشيطان. أي ساعة بتفيقوا وترتبوا الأمور؟ لأنه بشوف أنا أحيانا بالليل بيجيبوا الأغراض هون بيفيقوا الأتراك كأتراك يعني بيفيقوا من الساعة 4:30 تقريبا، 5:30 بيكونوا بالبازار. بيروح معهم لـ8 مساء. هلا احنا بنجي بنحجي بالستة، 5:30 ستة ايام، 6:30 بنجي يعني كل يوم على حسب الجو كمان. وما في يعني وقت اللي بيخلص البازار بتلاقيه رجع مثل بعد ساعة رجع الطريق نفسه. رجع البلدية ما بتخلي قشر الطريق. طيب هذا البازارات اللي هو موجودة بتركيا هي كلها ضمن حارات. صح. كله سكن ومحلات وكذا. صح. هي اسواق شعبية بالنهاية. من ايام العثمانيين بيقولوا لنا يعني قبلانينا لانه هي مثل فلكلور يعني. صح. إيه لك هلا هي فلكلورهم ما بيحسن. بس قديش عمت يعني فيها رخص ما هيك بالبيع؟ هلا هو بالبازار معروف عنه انه ما في ضرائب. هلا مثل محل بيدفع ضريبه للدوله، البازار ما بيدفع، بيدفع اجاره وبيعه ومعتمد عليه انه اسعاره يعني رخيصه ارخص من المحلات. يعني الشغله بتاخذها بالمحل مثلا لنقول ب80 بتاخذها من البازار 40 أو 35، مشان هيك العالم هون بتحبه. يعني فكرت انه تاخذ هذا المكان، تاخرت القصه لحتى قدرت توصل له؟ لا والله. لا والله احنا تقريبا اول ما اجيت على تركيا انا واخي اجينا، طبعا اجينا دغري يمكن من اول شهر كل العالم بدنا نروح على المعامل نشتغل بالمعامل كذا، احنا استصعبناها انه نروح نشتغل بالمعمل كذا ما حلوه. اي والله عم نمشي بالبازار مع العيله يعني عم نشوف عم ناخذ نشتري اغراض كذا، اجت ببالنا الفكره، شفنا عالم اتراك اصحابنا يعني وفتنا فيهم واشتغلنا الحمد لله فضل. شو اسمك؟ انا علاء الدين. انت معتمد على علاء الدين منيح يعني؟ ايه الحمد لله علاء الدين بفضل سنه صغر سنه تعلم اللغه اكثر مني. ايه معتمد عليه لانه عنده لغه. عنده لغه صار مو لانه نشيط يعني؟ هو نشيط ما اختلفنا، بس اللغه منيحه كمان يعني. هو تعلم لغه الشارع مثل ما بيقولوا، ما راح على معها، تعلم من الشارع اللغه اللي بيحكوها اللي بتداولوها بيناتهم. هلا بهالغربه او بهالظروف هي حسيت انه انت جنب اخوك اكثر ما كنتوا بسوريا؟ طبعا كل العالم هي يعني كل العالم بالغربه التجأت لبعضه اكثر ما يكونوا ببلدهم. سوريا بالنسبه لانه الواحد اخي راحت باله ما بيدور على اخوه، لا هنيك بسوريا رايح راسه كان الواحد كذا، اما بالغربه مضطر كثير يقرب لاخوه يعني بكثير شغلات ماديا يعني معنويا كثير شغلات لازم واحد يلجا لاخوه فيها، واسمها غربه كمان يعني. مثلا لا مثل انا عم اقول لك انا مثلا بعرف احكي جوز يلجا لي هو مثلا، انا مثلا بدي منه شغله كمان بلجا له يعني هيك بتصير الشغله. حلو يعني الواحد يعني اثنين غير واحد وثلاثه غير يعني بتفرق. من زمان اخذها؟ انا اخذها صار لي 4 سنين بهالمكان هذا. انا صار لي 4 سنين بتركيا، من 4 سنين اجيت لهون وثبت هون ما بتغير مكاني. يعني اجى اكثر من واحد بده ياخذ الارض تبعي يقول لهم لا انا هذا الشخص انا مبسوط معه وملتزم معي، لما ما بيجي بيدفع. انا احيانا ما بيجي بدفع اجار بدون ما اجي، مثلا بيكون الجو ثلج بيكون في عندي حاله انا مالي حسنان اجي، فانا بدفع وما بيجي. تصعب عليكم الامور يعني 2018 غير 2017، اي كانت اسهل اي كانت اصعب بالنسبه لكم؟ بالنسبه لشو مثلا؟ يعني انتم كاشخاص شباب سوريين يعني، او انت بالنسبه لك. هو اسمه علاء حضرتك؟ انا رشيد زين العابدين. طيب علاء ورشيد 2018 2000 يعني بالنسبه لشو؟ ما فهمت عليك انا. المعيشه، الظروف، الحظوظ، لا يعني الحياه.
الحياة بشكل عام منيحة يعني. عايشين الحمد لله. يعني احنا اول ما اجينا لهون كان في شويه صعوبه بالنسبه للغه بالنسبه للشغل بالنسبه، هلا الحمد لله عايشين عم نشتغل الحمد لله. شو بدي بصدر معي حصل خمسة جيلون لعلي شيلون شو صعبة؟ اي والله صعبة. مالك بردان؟ والله صراحة بردان كتير والله. 2018 يعني رح تخلص بس برداتها قوية. اي والله ما اليوم انبسطنا انه نازل كان رح ينزل تلج اما كفوه. ايه يعني بين التسعة والعشرة نزل. ايه قلت الحمد لله جاية بس كأنه ما ان شاء الله متمنين ينزل تلج عشان نقعد بالبيت. بيعطوا اجازه يعني انه في تلج يعني خلاص سكرنا. ايه ولا انت بتعطي لحالك اجازه؟ ايوه بعطي لحالي بقول لهم ما بحسن يمشي على الطريق. ابتسامتك هيك يعني بتدفي. والله هو تعودنا على البرد. ايه انا معود جسمي على البرد مبين يعني انه بس البركه يعني في ناس يعني محميه القصه. ايه محميه هو الجزء تبعي عاميني. قد ايه مواليدك؟ 91. 91 من ايش ما عم تبرد؟ لا هو حسينا منطقه بارده كنا عم نخدم. بس والله مو مبين عليك انه 91. اه مو مبين. قد ايه مبين اكبر؟ لا مبين 97 98. والله عالم بتقول لي كبير وعالم بتقول لي صغير. لا بالعكس. يمكن الجواز هيك سويت فيني. صار لك زمان متجوز؟ والله صار لي سنة ونص. سنة ونص بال 2017. ايه بآخرها؟ والله ايه بتشار لا يعني بتاسع. طيب بآخر 2018 شو صار معك؟ والله بال 2017 صار في جواز. هلا تمنيت اني على وين ارجع عزابي. لا طول بالك. إيه لساتك عريس. لا هو مو انه مثلا من المرأة او شيء لا. يعني تمنيت اني ارجع حر حر طير حر. ايه بس انت باينتك سعيد بحياتك. ايه هو انا الحمد لله دوم سعيد. ايه يعني ما في شيء عندك انه تعقيد بالحياه وكذا هيك على البساطه؟ اذا جتني عقده بحلها دغري. حلو. ساكن لحالك مع اهلك؟ لا انا ساكن بيت لحالي. اهلك حواليك؟ ايه اهلي يعني كله بعيد. امي عني حاره واخواتي البنات كمان بعيدين عني كل واحده حاره حاره. ايه قراب يعني. سوينا اتحاد حي تبعنا. حماتك؟ حماتي بعيدة كتير. وينك وينها بالشام. يعني انت يعني صعبة هيك على مرتك شوي يعني انه ايه اما بنت خالتي. ايه هي بنت خالتي هي صعبة عليها كتير بس ان شاء الله هلا برمضان رح نزلها. ايه ان شاء الله. يا مرضي. ايه بدي نزلها شي 3 اشهر 4 اشهر. شو ناوي؟ انا سألتك شو اسمك؟ لا ما سألتني. شو اسمك؟ اسمي احمد. احمد انت يعني بال 2018 بتحط ببالك شو بدك تساوي ولا تاركها هيك الامور؟ حيو نحن شو بنطلع على الدرج؟ ايه نطلع خطوه خطوه. والله يا احمد الحديث معك بيدفي. والله هو بيدفي. ايه. انا كنت متمني اني اشوفك. انا بلعب عندي فريق شفتك بداود باشا. ايه تمنيت نزلتها بس كنت يوميتك خمران بالارجيله. اه انا قلت لهم والله في حدا حاطط ارجيله شو الوضع؟ كنت تتفرج كنت عم اتفرج على المباراه. ايه. شفتك هنيك جيت حكيت مع رفيقي ورجعت على اطحاش. طيب ما بحسن. ايه. ماني متعود اطحاش. شو كنت بدك تاخذ هون تشيل؟ والله كنت اخذ مخلل من عنده هون مخللات طيبين عنده. ايه ايه بس يعني مو جاي تاخذ اغراض غير. ايه والله بس بدي حملني هالسطر هذا. قلت له لا تحط لي اياه فيه حط لي اياه بكياس. جاي تتسوق يعني انت؟ لا اخذ للمحل. اها اخذ المحل. نحن بنساوي ماريا اذا بتعرفها. ايوه انا من الشام بس انا ورفيقي هو من حلب. لا طوى من حلب الماريا. ايه هو حلبي هو عايش بحلب. ماريا انا ما كنت اعرفها. ايه شغلنا عليها. لحمه وتعرف انت امور بخير يعني. الحمد لله الحمد دايمه. قديش القرص اليوم؟ والله هلا يعني حسب الماده يعني المحل اللي فاتحينه لعيله يعني مو فاتحينه لعالم غريبه يعني ما في. امبارح كنت عم اقول لامي عامل لها امبارح اول زبونه تفوت لعنا غريبه. ايوه يعني هذا اللي فيه عيلته يعني شيء 250 شخص.
صلاة على النبي. اللهم صل على النبي. شاطرين بس للأولاد. يعني هو فاتح محل يطعم العيلة. أمريكيك جد. لذيذة. شو يوم تعال عنا بالليل وتعال شوف. ابن خالي ابن خالتي ابن عمتي ابن شبكة اتصالات مع بعضهم. من بعضهم مو طالعين لبرا. ولا واحد طالع. يمكن غير واحد يعني قال لي هذا طالع عنا بس. عن السيادة الوطنية. نفس الهاي بس طالع على العيلة. يعني نفاد. نفاد هذا نافذ بيناتهم. يمكن. بس بيجي بيشتري. يمكن قلت له يمكن على دورك ما صفى. يمكن كانوا ب 12 ب 13 كم ساعة باليوم لحتى يلحقوا لهالعيلتين؟ والله العظيم إذا بقول لك أنا ما في شغل اشتغلته ما كنت أمسك الجوال. إيه. ما كنت أمسك الجوال. يعني لا إذا كنت أمسك الجوال. إيه. هذا الشغل الوحيد إنه الجوال دوم بجيبتي ودوم فيه شحن الجوال. شغل. إي والله. على لف. إي على لف يعني فاتحينه كوكتيلات و وش اسمه اللهم صل على النبي وأكل. يعني فول حمص يعني من قريبه. مأمنين للعيلة الأكل أيوة كله. إيه بيجوا عنا هن مدري شو أقول لك هاملين. بيحبوا كل شيء لقدامهم ويجي ولا عائلتهم السفري بياخذوا معهم بيسهروا وبيروحوا يعني سهرتهم هلا بتبلش الساعه 8 المساء للساعه 2 بالليل المضافه انا قلت لهم هاي مضافه تخريوش ايه يعني لذلك السعر هن بيحددوه لا نحن بنحدد انه اذا حددوه ما راح نرفع شيء هون اللي جاي تاخذ من عنده من عفرين عم يقولوا لي ما هذا من عفرين هدلون من سيد المونة أنا بقول لهم أنا معلمية يعني أنا عشت بعفرين سنة ونص والله العظيم أنا قلت لأمي أمي بذاتها أنا بقول لها سيد المونة بعفرين إن كان الزيتون كان المقدوس إن كان كل شيء طيابة الأكل عندهم كمان غير شكل ما غير شكل احمد قبل ما نتركك هيك صار لك بجوز يعني انت من الصبح طالع وكذا لا والله اي والله يعني مو من الصبح من الساعه 1 طلعت ايه. الساعه 1 طلعت جبت اغراض لاهلي وجيت لمشي المحل طيب فيك تحكي مع زوجتك انت هون على الكاميرا وانا ولا هون مو هون لا لا هون مثلا اذا حكينا معها هيك من هون انه احمد هلا بالسوق عم يشتغل عم يتعب عم ان شاء الله ما تشوفه ليش؟ لأنه ليلة سوداء شو مسوي له؟ على باخذ الحرية تبعيتي من بعيد أما من قريب ما باخذ حريتي جوا في انضباط لا كان كله على أصوله وعلى كذا بيقول لك أي رجال بيقول لك ما في ضبط هذا حيشة بيكذب ضبط ضبط مو ضبط هلا في عالم شو بتفهم؟ إنه ضبط إنه قساوي أو كذا أو شيء ضبط يعني في نظام في نظام لعيلته فهلا هي بتشوفك انه احمد وين قاعد بالسوق وين رايح وين جاي ما تكون هلا هلا يمكن بتشوف النت بتلاقي بس هلا الحمد لله هي بالبازار بس ما بعرف هي امي ايه يعني احيانا يوم اكون هيك متاخر بتقول لي كان النت تبعك هلا فتح ايوه اي مرات انا ما بفتح على الرصيد بوصل على المحل حتى افتح بس في رقابه يعني في رقابه في تجديد تجديد امني لو ما بتحبك ما بتساوي هيك اي والله أيوة. والله الحمد لله صحيح يصير اسالك انه صار لك سنه ونص صار في اولاد اي عندي بنت والله الله يسلمها الله يسلم شو سميتها لمار 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 اسم خيوط الكعبه الذهبيه اهلا وسهلا بابو لمار شفناك انا هون ملقب بابو عذراء ابو عذراء ايه لاني اول ما جيت على تركيا حطيت دغري لقب ما اعطيت لحد اسمي أيوة. اما هلا كله صار يعرف اسمي انكشفنا داورنا بالشغله صورنا برد نحن عم نتحرك هو واقف والله العظيم هو برد انا خايف عليه بس انا دفيان مشكلتي بس دفيتك انت من كثر الضحك اهلا وسهلا ابو العمار الله يعطيك العافيه الله يعافيك وسلم لك شو مدح منك احمد ما خلى كلمه لا هي اعطيني بالصدر لك شو لك رجالي صدر انت كمان ليش بعطي لك 5 كيلو بالكيس ما بيقدر يحملون هاي لا هو عادي عادي بصدر احسن نفس ميته مشان ما يخرب وضع جيرو سهل السوريين عقلهم احنا صعبه ما حطيت نفس ميته 5 كيلو بالصدر شيل على كيفك كم واحد بعد شوي شوي سلام هيو بدك تيجي لعنا ولا لا؟ جاي رح جيب لك جيب لي شايف حد يجيب الدوماريا ايه ليش ما تجيب له؟ رغيفين على السريع ما بيجي بجيب له رغيفين على السريع مع جوعان يعني عم بستناك
بدون مخلل، بلا مخلل، بدون مخلل. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا، تفضل. ايه عم بيقول لي كثير يعني هن اللي بيشتغلوا بالمونه وبيخللوا قديمه يعني القصه عنكم. ايه الحمد لله، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. هذا كله شغل معلمي، هو بالبورصه بهوران غازي عم يسوي هالمخللات بكل انواع، شغل ايده كله. وهون عندنا ثلاث بسطات، كل بازار عم يروح بسطات غير بازارات. الحمد لله صار كم كذا سنه هون بيع كذا سنة، كم كذا سنة هون، الحمد لله كلهم ممنونين. مخللاتنا معروفة يعني، ماركتنا معروفة، الحمد لله طيبة وكويسة، ما في يعني أي مشكلة. أي حدا بيسمع إنه في واحد من عفرين دغري بيخطر باله إنه ببيع زيت؟ إيه زيت طبعاً. إيه عفرين معروفة بالزيت يعني، إيه. دار كل عالم بيعرف الزيت، ما بيعرفوا إنه إذا بدي مونه هيك شيء أو خلل. لا يعني كل عالم بيعرفوا العفرين معروفة، إيه. بالزيتون، بالزيت فيها شيء كتير هي. إيه وفيها شيء كتير، أما زيتون زيت شيء أساسي يعني، ما عليه حكي، كل عالم بيعرفوا كويسة طيبة بشكل عام بعفرين يعني. الفل في كذا نوع زيت، بقول زيت زيت زيتون، بس مو زيت زيت كله مغشوش، مو زيت زيتون عفرين بتقوله يعني بتاكل كثير بيطرى صدرك وش اسمه كل هذا، لانه مو مغشوش. اي لانه مو مغشوش، بس بياخذوه من عفرين بغشوه برا. طبعا ما كان بياخذوه، في له مواد بياخذوه. ايه يعني تنكه 16 كيلو واحده، اللي هو بيشتغل شغله تنكه 16 كيلو كان ياخذ. قديش اليوم تنكه الزيت العفرينيه قديش حقها؟ نظامي اللي 16 لتر، ايه 400 ليرة تركي. ايه تركي 400 ليرة تركي. نظامي هذا بدك نظامي، ايه يعني نظامي اللي بدك اياه 400 ليرة، اما في عندك 250 في 300 ليرة بقول لك كويس، ما كويس. اما هذا 400 ليرة نوع اول يعني. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، مية سلامة، يعطيك العافية. الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.